يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. كالعادة بكرر ده كل يوم فيما يتعلق بشهر رمضان الكريم، بيبقى دايما عن الثلاث والأربع أخبار فقط لا غير وتحليلات، الخميس بيبقى عندنا ضيوف. نبدأ كالعادة بآخر الأخبار والمستجدات، وسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports على الفيسبوك، والسؤال بيقول: توقع نتيجة مباراتي الزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والنادي الأهلي. كمان الحقيقة فقدنا النهاردة الوسط الرياضي نجم كبير ولامع وأخف ظل في مصر كلها في الرياضيين، الكابتن مدحت فقوسة رحمة الله عليه، بعد صراع طويل مع المرض اللعين الكانسر. توفي اليوم الكابتن مدحت فقوسة اللي حصل على كأس العالم العسكرية عام 93 وكان نجما لامعا في النادي المصري رحمة الله عليه، وألهم أهله الصبر والسلوان. النهاردة اتلعبت أربع مباريات في الدوري العام المصري الممتاز، لكن قبل ما نستعرضهم نقول ماتش دوري أبطال أوروبا الفرع الثاني اللي هيلعب نهائي، أنا اتفرجت على الماتش بأكمله. تشيلسي استطاع أن يمطر ريال مدريد النهارده بهدفين نظيفين، ويبقى كده مجموع اللقاءات 3-1، لقاءين، كان اللقاء الأولاني 1-1 في مدريد، والنهارده في ملعب تشيلسي، تشيلسي فاز 2-0. وكان رائعا وتحققت النبوءة اللي قلناها هنا أن النهائي سيكون إنجليزي إنجليزي. خلينا أقول لحضراتكم طبعا هدفين النهاردة، فيرنر في الدقيقة 28 وموسن مونت في الدقيقة 85. بكده يبقى المباراة النهائية ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي في ملعب كمال أتاتورك في إسطنبول يوم 29 مايو. ماتش ده هيبقى في وقت اضافي لو انتهى بالتعادل ثم ضربات ترجيح. هيبقى في الماتش ده عندنا خمس تبديلات زائد تبديل سادس اذا ذهبنا الى الوقت الاضافي. ربما الحقيقه نقدر نقول انه مانشستر سيتي هي اول مره في تاريخها تروح للنهائي. الغريبه بقى ان 8 انديه من عام 2000 وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، وكلها بلا استثناء خسرت اللقب. فهل مانشستر سيتي هذا العام يكسر هذه القاعدة في 2021؟ يعني 2000 فالنسيا أول مرة وما أخدش، 2002 باير ليفركوزن ما أخدش، موناكو 2004، أرسنال 2006، تشيلسي نفسه 2008 وما أخدش، 2019 كان توتنهام وما أخدش اللي هي قدام ليفربول لو تفتكروا، 2020 باريس سان جيرمان وما خدش. هذا العام مانشستر سيتي يصل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي. يا ترى يا هل ترى ماذا تحمل قارئة الفنجان في هذا اللقاء؟ مانشستر سيتي فريق عظيم وعنده نجوم عظام للغاية، تشيلسي أصبح فريق في منتهى القوة والتكامل والجبروت على أرضية الملعب. نحن على اعتاب نهائي رائع رائع رائع، وده يدلل ان الدوري الانجليزي هو الاقوى في العالم، بدليل ان 2019 كان نهائي دوري ابطال اوروبا اثنين انجليز توتنهام وليفربول، وكسب ليفربول طبعا، والنهارده هو النهائي ايضا اثنين انجليز مانشستر سيتي وتشيلسي. طبعا كلام كان كتير جدا امبارح والنهارده، وحكايات وروايات والحكام واعتراضات على اتحاد الكوره، واتحاد الكوره عايز مننا ايه، والحكايه والروايه. سعدنا يكون معانا طبعا المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد الكوره. كابتن احمد مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر طيب كلها والامه العربيه بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. احنا حاولنا طبعا نتواصل معاك امبارح، انت كنت في موقع 24 فما كانش في امكانيه للتواصل، فبنتواصل النهارده. بدايه، هل سيوافق اتحاد الكره على مطلب النادي الاهلي ونادي الزمالك باسناد مباراتيهما على الاقل في القمه الى طاقم اجنبي، ثم الاهلي عايز لغايه نهايه الموسم؟
لا هو بص يا كابتن، هو الموضوع عشان مش هو ليس تحديا لرغبة احد، لكن انا اعلنت الكلام ده من الاول. انا شايف التحكيم المصري الحمد لله بخير، وارد جدا يكون في اخطاء في مباراة او اتنين، وطول ما في كرة قدم هيكون في اخطاء. يعني مش عايز اتكلم، حتى في مباراة اوروبا النهارده برضه بنتفرج في اخطاء، امر طبيعي جدا. الفكرة انها مؤكد انها اخطاء غير متعمدة لكل الاطراف. احنا كلنا بنساند التحكيم المصري، والدور ده مش بس على اتحاد الكوره، على الكبيرين الاهلي والزمالك انهم يكونوا على نفس الخطى. والحمد لله ان المباراه الاولى نجحت بشكل كبير، مش بس الحمد لله بفضل توفيق الطاقم التحكيم، لكن بفضل برضه تعاون الناديين. فبنفس الشكل ان شاء الله باذن الله، احنا من الاول قلنا ان احنا عايزين كل الانديه انها تساهم في هذا الامر. احنا عندنا الحمد لله، يعني عندنا الاولمبياد النهارده احنا ممثلين فيها، ان شاء الله نكون كاس العالم في قطر ممثلين تحكيميا بصرف النظر عن الفريق، ان شاء الله باذن الله نكون ممثلين في قطر 2022 تحكيميا، وبرضه ان شاء الله يكون الفريق. فدي مساله، دي مساله احنا قلناها. صحيح ان اللي بيتكلم او لما طلب ينزل بيتكلم على هو الاهلي، قال لك انا هدفع الفلوس، وانت ليه يعني متضايق من ايه؟ كنت انا هدفع الفلوس الخاصه بالحكام الاجانب يعني. مساله مش ماديه، لان الانديه الثانيه ما تقدرش تدفع. ممكن لو هو المساله ان الحكام، الناس شايفه ان في حكام مش على قدر معين، ففي نادي قادر انه يدفع والثاني ما يدفعش، فمعيار العداله نفسه مختل. لكن في كل الاحوال احنا بنثق في حكامنا، ونعلم ان الموضوع كان في شكل من الانفعال. ممكن النادي شايف ان التحكيم ما كانش موفق معاه في مباراه من وجهه نظره، نادي الزمالك شايف ان التحكيم ما كانش موفق معاه من وجهه نظره. لكن في النهايه انا متاكد من تقدير الناديين للحكام المصريين، لان في الاخر حتى لو لعب له مجموعه ماتشات بتاعته فهيلعب له الماتشات الثانيه. فخلاص يعني دي مساله انا قلت من كده، الحمد لله مساله الحكم الاجنبي على الاقل هذا الموسم في تواجدنا. وبعد كده في اتحاد. طيب هل بالفعل تردد انه الكابتن جهاد جريشه تم ايقافه؟ هل يعني ممكن تقول او لا، ولا صعب تعلن ده؟ انا اصلا لست طرفا في وقف حكم من عدمه. مساله الايقاف هيكون ليه يا كابتن؟ لو انا النهارده اوقفت، انا بفترض انها لجنه الحكام، هي لجنه الحكام والمستشار القانوني لجنه الحكام هي المنوط بها التعامل مع الحكام، بس بتخترق اكيد، حتى في الامور العاديه تخطرني لو في موضوع انضباطي. انما لو في خطا في مباراه او خطا في ملعب، ده لو حصل هي هتخطرنا ليه؟ دي مساله تخص لجنه المسابقات. انا لا اظن ان تم ايقاف اي حكم من اي، لا تظن ان تم الايقاف، اظن خاصه ان احنا كمان ما نعرفش، يعني لو الكلام اللي اتقال او كان بيتردد عن تصريحات او عن اتصال او الكلام اللي تم ده بدا يعني يظهر النهارده نافي ليه بشكل او باخر. بكره ان شاء الله في تحقيق هيبين الامور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله. وده ما لا يقلل لا من النادي الاهلي ولا من اتحاد الكوره ولا من اي طرف ولا من الكابتن سيد، لا اطلاقا، دي امور انضباطيه طبيعيه جدا يعني. هي بالظبط، والتاكد والتيقن من الامور دي. لكن في النهايه احنا لو جيت النهارده اقول لجنه الحكام والله هو جهاز جريشه موقوف، ده معناه ان انا باقر ان الكلام ده صحيح، وانا يعني متاكد الحمد لله ان هو غير صحيح. فانا مش شايف ان هو ما قالوا، ان انا حتى كنت اسال اللجنه، انا بقول لك لو اقسم بالله انا ما سالت اللجنه هو فلان موقوف او مش موقوف. لكن انت لا تظن ان هو موقوف؟ انا ما اظنش. طيب السؤال اللي بعده يا كابتن، هل الانديه وافقت على خوض مباريات الدوري العام دون لاعب المنتخب الاولمبي؟ لا، الموافقه الوحيده المكتوبه عندنا كانت للنادي الاهلي بخصوص مباراتين دجله وسيراميكا. ثم بعد كده في اجتماع الانديه، في انديه قبلت التعاون، الكريم العراقي كان في جزء الانديه. لا معلش، الصوت في الحته دي طار شويه، استاذنك اتحرك شويه احمد بيه كده. كان في بعض الانديه قبلت موافقتها على رسوم كان النادي المصري رغم انه عنده مثلا كريم العراقي وغيره، وقال انه عنده استعداد يلعب. مفيش مشكله، في انديه رفضت. وبالتالي القرار ايه بقى؟
لا وفي انديه رفضت وضوح زي نادي بيراميدز، نادي الاتحاد، انبي، عندهم لعيبه مهمه. مندوب سوق مصر ما عندوش حد. بس يعني هو الراجل قال يعني حتى لو احنا كان عندنا كنا هنرجع كمان، بس هيكون يعني وبالتالي القرار انه ده مش هيحصل خلاص. لا هو احنا هننتظر القرار النهائي اللي هيصل لنا بيتحدد الدوري بشان مباريات يونيو ان شاء الله. هنحاول نعدل احنا اللي قلناه ان احنا الاطار بتاع الدوري هينتهي 30/9، لكن ان شاء الله لو قدرنا نستفيد من يونيو في بعض المباريات هنستفيد. لو قدرنا ان احنا ان شاء الله خلال مباراتين الاهلي عندنا مباراتين في مؤجلتين اللي هم اسوان من الاسبوع 17 والمقصه من الاسبوع 18، لو قدرنا نلعبهم يبقى 6 4 اسابيع، هنحاول ان احنا نقدم المساله حتى 30/8. ان شاء الله باذن الله يبقى كسبنا شهر. ما قدرناش نكسب كسبنا 10 ايام 15 يوم مفيش مشكله، لان هيكون 9 لو حصل تاجيل الاجنده الدوليه هيكون 9 هو اول مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم، فما عندناش مشكله بقى ان احنا ننهي 15/9 16/9، الامور تمشي بقى ان شاء الله. تمام. سيراميكا كليوباترا وادي دجله وافقوا على تاجيل مباراتهما مع النادي الاهلي؟ لا، هي المسألة كانت يعني هم طبعا متعاونين، كان يعني هم سألوا، لكن احنا قلنا وكان الكلام في التنسيق مع الكابتن شوبير بخصوص المسألة. على فكرة احنا كل الأمور دي بنتكلم مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في المسألة. لو وادي دجلة ممكن يكون فيه لاعب يعني أو أكثر يعني مرعي مثلا أو خلافه، يعني بنتكلم في لعيب واحد. سيراميكا عنده برضه يعني ممكن أحمد ياسر ريان، ممكن يعني مش عايز اظلم الولاد، لكن هو في هم طبعا لعيبه مهمه للمنتخب الاولمبي، لكن برضه احنا عندنا عدد كبير في نفس الاماكن. ما اظنش ان النادي هيضغط على لعيبه عشان يسيب الفرقه ويجي يلعب يقعد يلعب مع النادي في مباراه واحده في الدوري، ما اظنش انها تفرق. والحقيقه هم الاثنين كانوا موجودين سواء مسؤول وادي دجله او مسؤول سيراميكا، يعني مباراه واحده مش تفرق، لكن ما نقدرش نلعب كل الماتشات من غيرهم. طيب. لكن على قد مباراه واحده مع النادي الاهلي هم يقدروا يلعبوها. مقدور عليه. وتفهموا المساله. كويس قوي. فيما يتعلق بتاجيل الاجنده الدوليه في شهر يونيو، هل ده هيؤثر على جدول الدوري؟ هل هيحصل تعديلات؟ هيحسن شويه من جدول الدوري. لكن انا ما اقدرش اخدها كلها، لان انا ما اقدرش اقول للكابتن شوقي غريب في اخر تجمع ليه قبل شهر 7 قبل الاولمبياد ما تاخدش لعيبتك، لكن اقدر انسق معاه وهو الراجل ابدى تفهم الحقيقه. يعني ممكن يسيب 5 أو 6 أيام. الكابتن حسام البدري برضه لما يجي الكلام بنتكلم معاه، هل هيحتاج ان هو 5 6 أيام يلعب عدد مباريات، او هو شايف انه مش هيستدعي اللاعبين المحترفين بالخارج في اوروبا؟ كذلك ما يقدرش يقول لكابتن شوقي سيب لي بقى مصطفى محمد او سيب لي رمضان صبحي الاولمبي، هيبقى له الاولويه. فممكن ما يبقاش معاه القوام الكلام بتاعه، فهل هيشتغل شهر 6 او لا؟ دي مساله ان شاء الله في اجتماع بيننا وبين الكابتن حسام بدري، ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله. خلاص الحمد لله هو في تحسن، وان شاء الله نقدر نقعد مع الاسبوع اللي جاي يمكن ولا بعد العيد على طول نتكلم ونحسم هذه الامور. لكن الكابتن حسام بدري والكابتن شوقي الاثنين متفهمين جدا 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 لطبيعه وظروف المرحله اللي احنا فيها. طبعا. طيب الاهلي الزمالك سوري قال ان هو يتقدم بشكوى اللجنه الاولمبيه فيما يتعلق بموضوع امام عاشور. الزمالك اكد انه بعت لكم يعني التماس او كذا او كذا، وانتم بتقولوا ما جالناش حاجه، يعني حقيقه الامر ايه دي يا كابتن احمد؟ كابتن مدحت، هو ايه مصلحه الاتحاد ان هو يخفي الاستئناف النادي من الانديه؟ امال ايه الورقه اللي طلعوها على المواقع دي؟ انا الموضوع بمنتهى البساطه، واحنا قلنا الكلام ده 5 شارع الجبليه مش بعيد. لو في ورقه حتى لو لم يسدد رسوم الاستئناف بتاعها، حتى لو لم يخصم من رصيد نادي الزمالك رسوم الاستئناف بتاعها، لو في ورقه اتسلمت في وارد الاتحاد، وحضرتك اشتغلت في اتحاد سنين طويله وعارف الكلام ده، اللي بيقول لك في الاتحاد بتتورد يعني تتكلم وارد، في ختم وارد، المذكره بتاعت اللاعبين الخمسه موجوده ومتسلمه وارد، والحسابات خصمت رسومها، ولذلك عمرت تطلع المستشار عادل الشربجي. احنا لم نجد مذكره ثانيه. انا بقى هفترض في انا اللي هفترض ان هم بالفعل الكلام ده حصل. في موضوع بمنتهى البساطه يقدروا يبعتوا اي موظف من النادي بالمذكره اللي سلمت من قبل
في وارد الاتحاد بختم الوارد، حتى لو لم تسدد الرسوم هنعرضها على المستشار عادل. لكن حتى اللحظه لم ياتي اي التماس. لا لا، هو النهارده شفت مذكره وكانهم يعني بيشكوا ان احنا خدينا مذكره بتاع على الكلام ده، لكن فين بقى المرتق اللي اتسلم قبل كده؟ مش موجود. انا لم ارى حتى الان. لم اراه يعني. ممتاز. بمنتهى البساطه الامر عند المستشار عادل الشريطجي، هو راجل يعني من رجال القضاء العظام طبعا، ومعالجنا محترمه. الموضوع بمنتهى البساطه لو ثبت او قدم نادي الزمالك التماس هو يقدر ينظره في اي وقت، الموضوع ما فيهوش يعني احنا كده كده ما هو فات اربع مباريات بس بالنسبه لامام يعني. بالظبط، الموضوع بمنتهى يعني. انما ليه بالعكس، احنا كنا حريصين يعني. انا نفسي كان في مكالمه في وقت من الاوقات بيني وبين السيد المحترم رئيس الزمالك، وراجل مهذب جدا محترم جدا طبعا، واحنا متفهمين تماما حتى لو الرسم بتاع التظلم ما كانش هيسدد في هذا التطبيق، المساله ما تخصش لجنه الاستئناف، انما احنا كاتحاد ممكن يتخصم المساله من رصيد نادي الزمالك حتى لو عليه مديونيه، ممكن يتعلى مديونيه على نادي الزمالك، يعني ما كانش عندنا عقده في المساله تماما. لكن هي فين بقى المذكرة اللي بتنظر اللي مش موجودة في الاتحاد؟ مش موجودة. أنا أفترض إن هم بيقولوا إن هم سلموها، يجيبوا لنا خطة الوارد، الاتحاد مش بعيد عن نادي الزمالك ده، خلاص هيعمل مذكرة جديدة ويبعتها بكرة وخلاص، مش قضية يعني. لا، ما هو مذكرة جديدة ده معناها إنه عدى الوقت. مسألة التظلمات في الاستئنافات لو 10 أيام من تاريخ القرار، لو هو سلم في هذا التوقيت مذكرة يجيب بس ما يفيد إنه سلم. تمام 100 100. أنا بشكرك كابتن أحمد، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك كابتن مدحت، وبشكرك على الدعم دايما والحياد، وربنا يوفقك ويكرمك. وأنا برضه أتمنى إن الجمهور المصري يتفرج على الدوري المصري، أنا شايف الحقيقة المباراة ممتعة جدا، وأتمنى إن شاء الله مع نهاية الموسم ده نكون بدأنا نسبة من الجمهور تدخل الملعب حتى بإجراءات معينة بتدعوات معين إن شاء الله، حتى لو بعد ما يكون اغلب الناس خدت الفاكسين. بالظبط كده. اشكرك شكرا جزيلا. يعني باختصار شديد جدا فيما يتعلق بجهاد جريشة، هو قال لا اظن انه توقف، بما يعني ان هو لم يوقف على الاطلاق، انه طبعا عارف بيقول ايه كويس قوي. فيما يتعلق بالتحكيم هو قال لك ان لا اطلاقا استناد مباريات لحكام اجانب، كل الحكام هيكونوا من مصر. فيما يتعلق بوادي دجله وسيراميكا ومباراتهما مع النادي الاهلي، قال في امكانيه للتاجيل، ما فيش مشكله بعد الرجوع للكابتن شوقي غريب. اعتقد ده كل اللي هو قاله. فيما يتعلق طبعا بامام عاشور، اكد ان ما فيش اطلاقا اي مذكره جت من نادي الزمالك، واستدل على ده بان الورقه اللي اتعرضت على المواقع ما فيهاش ختم الوارد. بالفعل ان النادي اتحاد الكوره لما بيجي له اي حاجه بيبقى اصله صوره، بيستلم الاصل ويحط لك على الصوره ختم الوارد بتاع اتحاد الكوره. اذا لم يتواجد ختم الوارد اذا لا وجود. لكن انا بقول لمسؤوله الزمالك، مسؤولين الزمالك، ابعتوا بكره يا سيتي، مش قضيه يعني. في النهايه هو اخدش الاربع مباريات من 12 مباراه، ما كانش ممكن ابدا يتخفضوا اكتر من كده. ابعت بكره تتعرض على المستشار عادل الشربجي وينتهي الامر. ماذا عن مباريات اليوم؟ وعندي حوار خاص بردود أفعال إدارة الزمالك بعد ماتش الزمالك وبيراميدز، ولكن بعد الفاصل. أقيمت اليوم أربع مباريات في الجولة 20 لمسابقة الدوري العام الممتاز. أسوان يلقى هزيمة أمام النادي المصري 2-3. مصر المقاصة يلقى هزيمة أمام طلائع الجيش 0-2. سيراميكا كيلوباترا والمقاولون العرب 1-1. الإسماعيلي يحقق فوزه الثالث مع إيهاب جلال على الجونة 3-2. أهداف المباريات، نبدأ بالنادي الإسماعيلي 3-2. بدأ في الدقيقة 11 فخر الدين بن يوسف للنادي الإسماعيلي. ثم في الدقيقة 21 عمرو السعداوي لنادي الجونة. ثم من ضربة جزاء نور السيد، الهدف الثاني للجونة 2-1. ولكن يعود مرة تانية فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء في الدقيقة 66 2-2. ويضيف الهدف الحاسم الثالث للإسماعيلي محمد صادق
في الدقيقة 71. اليوم مبروك الإسماعيلي، حظ أوفر للجونة. المقصة وطلاع الجيش، أحمد سمير المتخصص من ضرب الجزاء في الدقيقة 15 يتقدم طلائع الجيش 1-0 تحت قيادة المحنك عبد الحميد بسيوني. ثم وبعدها بخمسة دقائق ناصر منسي الهدف الثاني ليؤكد 3 نقاط غالية جدا لطلاع الجيش 2-2. سيراميكا والمقاولون العرب، يتقدم ميدو جابر في الدقيقة 21 لسيراميكا، ولكن عمر سافيولا في الدقيقة 62 يتعادل لفريقه 1-1، نقطة هنا ونقطة هناك. أسوان والمصري، ويواصل المصري عروضه القوية في الدقيقة الأولى، عمر كمال عبد الواحد للنادي المصري 1-0. محمد جابر لأسوان في الدقيقة 36 1-1. أحمد جمعة في الدقيقة 51 للنادي المصري 2-1. محمد أسامة لأسوان في الدقيقة 54 2-2، مباراة متكافئة للغاية. ثم الدبابة البشرية أوستن أموتو في الدقيقة 65 3 المصري 2 أسوان. إذن جدول الترتيب سريعا، الزمالك في المركز الأول 41 نقطة من 19 مباراة، الأهلي الثاني 37 من 17 مباراة، مركز ثاني طبعا. المصري صعد للمركز الثالث 32 نقطة من 20 مباراة، بيراميدز 31 نقطة من 19 مباراة، الاتحاد السكندري 29 نقطة من 19 مباراة، وهكذا نذهب إلى آخر الجدول. الإنتاج الحربي في موقف لا يحسد عليه 12 نقطة من 20 مباراة، وادي دجلة 16 نقطة من 19 مباراة، البنك الأهلي 18 نقطة من 20 مباراة، أسوان 20 نقطة من 19 مباراة، المقاولون العرب 20 نقطة من 20 مباراة. مباريات الغد، 4 مباريات في منتهى الأهمية كلهم 9:30، اتحاد اسكندري والأهلي، الزمالك وسموحة، وادي دجلة وبيراميدز، غزل المحلة ونادي إمبي. سريعا كده نستعرض مباراتي الأهلي والزمالك في الدور الأول. ناخد الأول، الأهلي مع الاتحاد خلص 4-0 للنادي الأهلي. الأهداف كانت لمحمود كهربا في الدقيقة 17، ربنا يشفيه إن شاء الله ويعود أفضل مما كان. حسين الشحات في الدقيقة 48، ده كهربا في الدقيقة 17، ثم حسين الشحات في الدقيقة 48، الهدف الثالث كان لمحمد شريف في الدقيقة 60، ثم يختتم الرباعية أكرم توفيق في الدقيقة 85، 4 الأهلي لا شيء الاتحاد. دي كانت مباراتهما في الدور الأول، نحن الآن في الدور الثاني. أما فريق الزمالك وسموحة في الدور الأول، فاز الزمالك 2-0. الهدف الأول كان لأشرف بن شرقي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، حقيقة هو أداؤه رائع في ضربات الجزاء، وهدف يذكر في تاريخ الدوري العام لأحمد فتوح في الدقيقة 31 من أجمل أهداف الدوري حتى الآن. حوار آخر عن نادي الزمالك والهوجة اللي اتعملت بعد ماتش الزمالك وبيراميدز،
ولا نعرف أسبابها وهتكلم فيها ولكن بعد الفاصل. أثناء الفاصل أصدقائي في الإعداد إلحق يا كابتن إلحق يا كابتن، قلت لهم فيها يا جماعة، قالوا خبر قلب الدنيا ومجلس الوزراء اتصل ووزارة الشباب اتصلت والمواقع اتصلت والدنيا اتصلت. في ايه يا جدعان؟ قال لك صحفي في اليوم السابع نزل على صفحته الشخصية، بس ده صحفي في اليوم السابع، واليوم السابع طبعا يعني الحقيقة كل أخبارهم في منتهى المصداقية، لكن هو نزل على صفحته خبر بيقول ايه؟ ورينا كده يا أحمد. خبر بيقول أو قدامي أهو، وفاة الكابتن مدحت شلبي منذ قليل إثر حادث أليم وتذاع حلقة مسجلة الآن، اللي هو دلوقتي، يعني انا دلوقتي مسجل، فانا طبعا بزهلك اهو. طبعا يا ابني كلنا هنموت، يعني ما حدش فينا هيخلد يعني، بس اختار لي حاجه غير ان حدث قليب، ادي واحد. لكن اللي مزعلني بخطط طبعا صديقي العزيز الاستاذ خالد صلاح رئيس التحرير الرائع طبعا اليوم السابع، ان ازاي ده اللغه العربيه بتاعته ضايعه. ورينا يا احمد كده الخبر، قال لك اثر حادث الليم، مين الليم ده الاول؟ الليم يا ابني الف لام يه ميم، لكن انت حاططها الف لام لام. الليم ده ايه بقى؟ اثر حادث الليم ده الحاجه الوحيده اللي زعلتني في الخبر يعني. بس شكرا جزيلا. وطبعا صديقنا عمر الايوبي طبعا ده صديقنا العزيز بيقول الصفحه متهكره. على فكره اي واحد بينزل خبر لما يطلع خبر مضروب يقول لك دي متهكره، والله اعلم. وده مش اول خبر ينزل بالنسبه لي في الحاجات دي، كل سنه انا متعود على واحدتين ثلاثه يعني. يلا ربنا كريم ويحفظ الجميع. نروح بقى لنادي الزمالك. ماتش الزمالك وبيراميدز انتهى 1-1. انا اعرض لكم الهدفين دلوقتي قدام حضراتكم. ماتش خلاص كوره والحقيقه بيراميدز كان افضل من الزمالك في هذا اليوم وادى اداء رائع جدا، والزمالك اتعادل طبعا زي ما كلنا عارفين بضرب الجزاء في الوقت القاتل من المباراه. تمام، ما عندناش مشكله اطلاقا. لكن المفاجأة إن بعد هذين طبعا ده هدف الأول عبد الله السعيد الرائع، وبعدين التعادل طبعا بضرب الجزاء مبدعة كالعادة من أشرف بن شرقي، عنده الحقيقة طريقة أداء لضربات الجزاء مبهرة مبهرة، وده طبعا في وقت قاتل من المباراة. كويس جدا، أدي الكرة وأدي الحكاية وأدي الرواية وضربة الجزاء، وطلع أشرف بن شرقي وضرب الجزاء في منتهى الروعة ثبت فيها شريف إكرامي، وبين عمل حركة لطيفة قوي، راح حضن شريف إكرامي يعني بيقول له ما تزعلش مني وديتك في اليمين ولا في الشمال وحطيتها في الحتة التانية، حاجات لطيفة بين اللاعب. كويس جدا. طيب خلصنا من الحكاية، ماتش خلص. تاني يوم لقينا منشتات يا جماعة غير طبيعية غير طبيعية. خد عندك الزمالك نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز ونحن أكثر نادي تعرضا للظلم التحكيم. معرفش ازاي وانت واخد 10 ضربات جزاء اساس تستحقهم، لكن واخد حقك يعني. مباراة بيراميدز دي واحدة تانية، وعقوبة عاشور وحكم القمة، الزمالك يوجه 3 مطالب لاتحاد الكورة، ده في موقع يلا كورة، والاولين كان في موقع في الجول، بعد كده موقع كورة. الزمالك نريد اعادة مباراة بيراميدز وهناك من يفتعل ازمات للقلعة البيضاء، يا ساتر. بعد كده الوطن، الزمالك يهدد اتحاد الكرة بسبب الحكام الأجانب. بعد كده اليوم السابع، الزمالك نطالب اتحاد الكرة بإبعاد حكام السوابق السيئة معنا عن مبارياتنا، جملة مش حلوة خالص. بعد كده موقع بطولات، إبراهيم عبد الله، الزمالك ليس يتيما، لجنة الحكام تثير الأزمات ولن نصمت على عقوبة إمام عاشور، يا ساتر يا رب. بعد اليوم السابع، الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة. اليوم السابع، عضو الزمالك، شلنا من دماغك يا مجاهد، ولازم تحقيق في واقعة سيد عبد الحفيظ. يعني كل الاحترام طبعا لحضرتك، بس موضوع سيد عبد الحفيظ ده لا يخص حضرتك، لا يخص حضرتك. وبعدين مصراوي، متحدث الزمالك، التحكيم هيشتغل عندما تشتعل المنافسة في الدوري، كلام غريب. الوطن، تعليق الزمالك على اعتذار جريشه لعبد الحفيظ يجب الا يمر مرور الكرام، برضه ما اعرفش انت ايه دخلك في الموضوع. وبعدين سبورت، الزمالك، التحكيم المصري لم ينجح في القمه ونتمنى عوده الاجنبي. اخر حاجه عشان عندي حاجات كتير قوي، الوطن، قناه الزمالك تعلق على بيان الاهلي للتشويش على الخساره امام المحل. طيب انا عشان ما اطولش في الكلام، لان الكلام ده كله كلام انا اسف يعني لا يستحق ان انا اقراه من اساسه، ولا يستحق حد ان هو يقراه،
وزي ما كنت بتكلم امبارح وقلت على موقف الاهلي بعد مباراه المحله والكلام والحكايات والروايات، بقول نفس الكلام. انت حضرتك بتشوش على الراي العام عشان تبرر تعادل، او كانت هزيمه اقرب من التعادل حقيقه يعني، وعايز تصدر للراي العام ان انت مظلوم وان انت الكلام ده غير صحيح على الاطلاق، على الاطلاق. ده كلام اسمه استهلاك محلي، بتحاول تلاغي فيه الراي العام الزملكاوي، والراي العام الزملكاوي ما هواش قبله، انا اسف في اللفظ، دول ناس اذكى مني ومن حضرتك وبيعرفوا يقيموا اداء فرقتك كويس جدا جدا جدا. انت بتلعب فرقه كبيره اسمها بيراميدز، وارد جدا انت تتغلب، وارد جدا انت تتعادل، وارد جدا، وارد انت تكسب، لكن عشان تطلع تعمل افلام العربي دي كلها هذا امر لا يليق على الاطلاق. عايز اوريكم بس ثلاث لقطات سريعه كده في الماتش ده تحديد. ورينا يا احمد. اول لقطه بتاعه طارق حامد، وانا لا اعلق على التحكيم بس خلينا نشوفها مع بعض. ادي الكوره وطارق حامد دخل وكان عنده انذار، وطبعا كالعاده طارق وغير طارق اقسم بالله ما لمستوش كالعاده. هتف الاعاده بسرعه يا سيدي. كل الناس الحكام مش انا طبعا قال لك دي تستحق انذار، مش دي لسه. طارق حامد هيخش دلوقتي، خلي بالك من طارق، خلي بالك من طارق. ها ايوه 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 ها 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 ايوه ايوه دب. طيب دي اقل حاجه فيها انذار، جهاد جريشه ما شافهاش والله اعلم، وكل الحكام قال لك ده اقل حاجه انذار، وكان عنده انذار يبقى طرد. ادي اول حاجه انت عايز تشتكي الحكم فيها حكام السوابق، ده يعني لفظ لا يليق على الاطلاق، على الاطلاق. انا اسف ان انا كررته يعني. دي انذار وانا مغمض كده وحاسسها بظهري كده وانا بسمع صوتها، ادي واحد مش هقول اتجاملت فيها، هقول الحكم ما شافهاش، ادي واحد. طيب نروح بعد كده للعبه دي ضربه الجزاء، كل الحكام مش انا قال لك دي لا تحتسب ضربه جزاء، مش انا، انا ماليش دعوه، حكام قالوا كده، الخبراء، الخبراء اللي هم لا اهلاويه ولا زملكاويه ولا يعرفوا معاهم حاجه اطلاقا، قال لك ان ايده في جسمه هيوديها فين وكذا كذا كذا، ومش ضربه جزاء، اتحسبت لك ضربه جزاء وجبت منها هدف التعادل. ايه بقى الفيلم بتاع الوقت الاضافي اللي انت بتتكلم فيه ده؟ الوقت الاضافي وهنشوفه بقى في اللقطه الاخيره، الحكم خلاص احنا دي شفناها يا احمد. نروح بعد كده بقى بص التايم فوق، الدقيقه 97 و16 ثانيه وصفر الحكم، هو مكتوب على الشاشه 8 دقائق. طيب عشان انا رجعت وسالته واستقصيته الحكايه والروايه، وبعدين طبعا مش هاخد من الحكم الكلام، لا انا هرجع لشريط المباراه، شريط المباراه مع الاسف ما بينش الساعه اللي بتعرض عليها الوقت الاضافي اللي اقره الحكم، وكمان المخرج ما جابش الحكم وهو بيشاور على الوقت الاضافي، يبقى لا الساعه او اللوحه الالكترونيه طلع فيها 8 دقائق ولا ايد الحكم بانت ان هي 8 دقايق. كويس كده؟ ادي نقطتين مهمين جدا في الحوار. لما انا رجعت كابتن جهاد قال ان انا اديت 5 دقايق. خلي بالك مره تانية اهو، لان ليس هناك اي دليل على ان هما 8 دقايق الا البتاعه اللي فوق اللي احنا بنحطها على الشاشه على الشمال دي. فربما والله اعلم ايه اللي حصل فيها، اتحطت ازاي، دي مش قضيتي دلوقتي، لكن لا لوحة الكترونية طلعت على الشاشة، ادي واحدة، ولا مخرج المباراة جاب الحكم هو بيعمل كده، ادي واحدتين، يبقى احنا ما عندناش تأكيد ان هم 8 دقايق. لما رجعنا له قال هو 5 دقايق انا اديتهم، واضفت عليهم دقيقتين لما رجعت للفار وقفت والحكاية والرواية. تمام؟ تمام، ادي واحدة. لو انت مش ماشي مع القصة دي وعايز تقول ان هم برضو 8 دقايق بالرغم ان ما عندكش اي اثبات، زي ما قلت مرة تانية، لا اللوحة الإلكترونية مع الأسف طلعت على الشاشة ودي غلطة مخرج المباراة، ولا الحكم نفسه طلع قدامنا عمل كده ولقطوا المخرج، يبقى أنت ما عندكش إثبات إطلاقا إلا البتاع اللي إحنا بنحطها على الشمال فوق دي. كويس كده؟ ودي ليست بالإثبات. لو أنا همشي معاك وهم 8 دقايق جدلا برغم ما فيش أي إثبات بكده، على فكرة مفيش وقت ضايع اسمه 7 دقايق و20 ثانية. إذا عايز يدي 7 دقايق وجزء من الثانية بيقول 8 دقايق.
اذا عايز يدي 6 دقايق وجزء من الثانيه بيقول 7 دقايق، اذا عايز يدي 5 دقايق وجزء من الثانيه بيدي 6 دقايق. واضحه دي؟ فهمت دي كويس؟ واضحه دي؟ بكلم دلوقتي اداره نادي الزمالك اللي عملت هليله هليله. ما احنا يا جماعه بقينا في زمن الهليله، اي حد يتغلب ولا يتعادل لازم يشغل الراي العام ب 100 حكايه. امام عاشور مش عارف ايه، الحكم مش عارف ايه، السوابق مش عارف ايه، ادونا حقنا مش عارف ايه. ده انت يا راجل واخد طارق حامد ياخد انذار تاني تالت ومتلت وياخد كارت احمر، مش انا اللي بقول ده الخبر اللي قاله؟ ما حصلش. كورة اتحسبت لك ضرب الجزاء، الخبرة قالوا مش انا، ما هيش ضرب الجزاء، اخدت ضرب الجزاء. في ايه تاني يا جماعة؟ ما يصحش والله. احنا مش في زمن نوتر الاجواء ونشغل الجماهير بامور لا تليق. عندك مشكلة في فرقتك عالجها. كورة مكسب وخسارة وتعادل، بتلعب مع فرقة كبيرة وكسبتك ايه المشكلة؟ بتلعب مع فرقة مفترض ان هي اقل منك واتغلبت، تدور على المشكلة عندك، اذا كانت في تشكيل، اذا كانت في مستوى لعيبة، اذا كان في اداء. انا حتى مش عارف بعض لعيبة الزمالك ومنهم ساسي وغيره اللي طالب 40 مليون و50 على ايه؟ انت عملت ايه؟ انا هتجنن. يعني لما يجي لعيب كوره يقول لك انا عايز 50 مليون، طب ماشي، انت جبت لي دوري وكاس وسوبر، انت عملت لي ايه يا ابني عشان اديك المبلغ ده كله؟ حاجه تخلي الدماغ تطق حقيقه. يعني مش هطول اكتر من كده، لكن رفقا 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 بالجماهير. حوار آخر ولكن بعد الفاصل. سامحونا بقى، في رمضان الوقت بيجري بسرعة ووقتنا بيبقى صغير شوية. على طول نروح لأنت المعلق، ناخد من المغرب الشقيق عبد السلام. أيها السيدات والسادة في كل مكان، نعم بالفعل هذه الصورة الجميلة التي تجمعنا اليوم والليلة في برج العرب، مباراة كبيرة، مباراة عمالقة. يا لها من بداية أيها السيدات والسادة، ويا لها من أجواء، ويا لها من صورة، هكذا صورة تعودنا عليها. كما يقال الوقت ليل لكن ضياء هذا الملعب الجميل وهذه المدينة الجميلة أوحى لنا بأنها نهار. يا لها من ليلة والتسدية من بداية للمنتخب المصري، ضغط من المنتخب المصري والمحاولة ما زالت، التسديدة أنني الله. جميل. أحمد من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قنوات أون تايم سبورت. لقاء جديد، لقاء الأمل، لقاء إن شاء الله يكون في تأهل منتخب مصر إلى روسيا 2018 دون النظر إلى النتائج الأخرى لمنتخب غانا أو الكونغو. تبدأ المباراة على بركة الله، ويا رب الجماهير دي كلها تروح فرحانة النهاردة. تبدأ الكورة في هجمة للكونغو، لكن محمد صلاح يلعب كرة عند النني، تطول وتطلع وتسديدة مرة تانية لكن بعيدة على مرمى حارس الكونغو. هجمات من منتخب مصر، واحدة من ناحية الشمال والتانية من اليمين، لكن محمد من الصومال. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم أحبة الرياضيين في هذا الوطن العربي الكبير. المنتخب المصري لا بديل له إلا هذه المباراة للتأهل المباشر حتى لا يدخل في حسابات المباراة الأخيرة. المنتخب المصري بقيادة العملاق عصام الحضري والكابتن محمد صلاح يستهلون هذا اللقاء بقيادة الحكم بكاري قسمة. صلاح مع اللاعب ديلار جعاد ضيا احمد حجازي، تنقطع الكره من النني. تحيه كبيره للصومال. حازم من مصر. الليله مباراه منتخب مصر ومنتخب الكونغو، وعلى منتخب مصر ان يفوز من اجل الصعود يا ساده. تمشي الكرة عن طريق المنتخب الكونغو، وكرة صلاح للناني يضرب له والتسديدة ولكن بعيدة. تمشي كرة عن طريق رمضان صبحي يسدد ولكن الدفاع، تمشي الناني خطيرة ولكن في يد الحارس. تمشي كرة، اوعى التسديد، التسديدة من بعيد ولكن. من المغرب الشقيق ساحي.
سألوك عن المعجزات فقل لهم هناك معجزة كامنة موجودة في برج العرب هنا في هذه المباراة اللي تجمع بين المنتخب المصري والمنتخب الكونغولي. سارة كروية بامتياز تجمع بين منتخبان يعرفان بعضهما بعض كثيرا. ينطلق حوار الأقدام وتنطلق معها كرة صلاة وتسديدة هوري بعيدة. ملا كرة الآن يحاولون من أجل جول أول. ملا كرة ملا كرة والثانية لا في أحضان الحارس كرة الآن وكونغولي. حوار آخر ولكن بعد الفاصل. يلا أخيرا توقعات حضراتكم فيما يتعلق بمباراتي الغد للأهلي وللزمالك. أهلي مع الاتحاد والزمالك مع سموحة. يلا احمد جمال 2-0 الاهلي باذن الله 0-1 لسموحه ان شاء الله اهلاوي طبعا. عبد الرحمن راضي 2-0 الاهلي 3-0 الزمالك اهلاوي وافتخر يا عيني. مصطفى احمد رمضان كريم كل سنه وانت يا كابتن مدحت شلبي معاك مصطفى الشرقاوي من جرجه. فوز الزمالك 2-0 تعادل الاهلي 1-1. شاكر محمد عبد الرحيم اتوقع باذن الله فوز الاهلي 2-1 وتعادل الزمالك 1-1. هتكون مباراتين صعبين للغايه خصوصا بيلعبوا اثنين مدربين على اعلى مستوى الكابتن القدير احمد سامي لديه افكار اوروبيه حديثه والكابتن القدير حسام حسن ولا للتعصب الجماهيري. كل التوفيق للقطبين فيما هو قادم اهلاوي. احمد حمدي مساء الفل يا جنرال اتوقع فوز الاهلي على الاتحاد الكداري 2-0 تعادل سموحه والزمالك 1-1 وان شاء الله الدوري اهلاوي. تحياتي ليك انا ابو سلمى من المطريه. عمرو خالد الزمالك هيكسب 2-1 باذن الله الاهلي نفس الكلام. اخر تويته محمود قطب مساء النور عليك كابتن مدحت شلبي معاك محمود قطب من محافظه كفر الشيخ مركز قليين قريه ميت الديبه. من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق على الاطلاق فوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد 2-0 فوز نادي سموحه على نادي الزمالك 2-0 واقول هلا هلا وعلق على مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يا حبيبي. غدا لقاء جديد بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.